حق الشخص البحريني إذا متزوج أجنبية، عنده بحرينيين، عنده عيال، وزوجته من زوجته الأولية متوافية، خذ أجنبية وما يبع عيال، أتي حق صندوق التقاعد، أنا أعطيك حادثة صايرة، بنتين وأبوهم وتايلندية، من يعني بعد ما نقول تايلاندي نقول أسيوية، تزوجها وصغيرة في السن، توفر الأبو، صندوق التقاعد قسم المبلغ اللي ياخذه، وابوهم كان يشتغل في بابكو راتبه فوق 1000 دينار، هي بروحها تاخذ 500 دينار، وهما الثنتين البحرينيات ياخذون 500. زين وين الاجنبيه راحت؟ سافرت برا ديرتها. انتم هني مواطن يروح 6 اشهر سعوديه يشتغل او يروح وياي تقطعون عنه العلاوات الغلا، هذه قاعده في بلادها 500 دينار تاخذ ازيد من الوزراء مالها، ما تدرون بها وتمشون بها. بعدين تجون لنا تضايجون المواطن، توقفون عن التقاعد ماله وتقول له صناديق تعطلت. هذه يا اخي من القوانين اللي حاطينها يا اخي، ليش انتم ما تسوون القوانين هذه؟ اذا برع البحرين الاجنبي، برع البحرين 6 اشهر اوقف عن التقاعد، انت بتقول لي خل السفاره بتراجع عنه، واذا الديره ما فيه سفاره لنا شو يسوي؟ انت تمشي له تقريبا، تزوجت ما تزوجت، القانون يقول لك اذا تزوجت تنقط من توقف عن العلاوه. هذه برا البحرين قاعدين تصرفون له، لا والرد مالهم يقول لك احنا قاعدين نتحقق من 25 179 جاري لهم، سويته ما مات الا انسدح، انتم قاعدين تمشون له. اني طال عمرك حق